حتى نرجع. الزبده تعال تمشى برا. انا ما شاء الله تبارك الرحمن تذبح للرايح والجاي وتكرم الضيف. الله الله. لو عندي مصلخ والله ما اوظف فيه. ما اروح حتى المصلخ. حتى يا ابو نايف والله ما أوظف. والله هذا كذبيح. سعود ايش تبي جالس خلف الباب؟ يلا يلا خلف الباب يلا. لا والله خلف الباب يلا يلا. والله ممكن تدخل الموضوع بس هو كاريني حاليا نسبة القبول لي. خلف الباب يلا. انا بنتظر هادي. اللهم صل على رسول مليون. يلا هي وزن. لا 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 خلصت. لا والله انتظر هادي. والله ما ادخل انا وياه. لا لا بتدخل والله بتدخل. خلف الباب عشان ما تروح خلف القريه كامل. هو بكره اتوقع طبعا ادخل هنا شوي بس بدق على ابوك ترى. دق عادي والله اتصل على ابوك. والله لا تكفى خلاص بدخل. يلا ادخل يلا بروح هنا وبجي بسرعه. يلا اسمع كلامه. طيب يعني وين مكاني؟ مكانك الصدق. اي انا اشوف ان مشعل يستهلك اكسجين من الكره الارضيه. يعني انت تعتبر عنصر زايد بلا اي فائده صراحه. يعني انا ليش اجاملك يا مشعل؟ انا احب مشعل الحياه من غير مجامله. انت لازم تواجه نفسك. لازم تواجه نفسك. امس واجهت نفسي المرايه. شفت المرايه اللي انت قابلتها؟ إيه؟ لازم تجلس وتجلس مع نفسك وتقول انا انسان فاشل واكررها وتكررها. فاشل. ليش؟ ليش؟ لانك اذا اقتنعت بالفشل ستخرج من البؤره اللي ايش وتنجح. الله تمام. بس هذا اني اقول نفسي فاشل فاشل واطلع فاشل. هو انت فاشل يعني. الله يرحمه. هذه لازم تؤمن فيها يا مشعل. يعني لازم استوعبها. لا لازم لازم بالضبط. يعني الا في حاله. شوف انا قاعد اطلع اشياء خارجيه عشان ابين للناس اني ناجح. يعني تلاحظ لابس اليوم كذا كرافته وكذا حركات وبركات. بالله من طق منك. سارقه الصدق. ها؟ سارقه. لا عاد تسرق الاطقم هذه. اذا بتسرق يعني اسرق شيء يعني استغفر الله وتوب. يعني هو ذنب. هاي اكثر ذنب يعني. يقول اذا جيت تسرق اسرق جمل. استغفر الله وتوب. والله يعني سرقتك تمام. حتى اني الله يكرمك ما كملت اللي يعني انا قبل شوي كنت افكر انك تمسك مكان ابابا صح؟ لا ذاك سلمان. ايه انت ما تنفع والله. بس طيب شوف ناقد روقات يعني شوف لي مداخل ومخارج. طيب بعلم شوف فهد معيان ما هو اضافه ابدا تمام بالبرنامج. بقول لك ابى احطك مكان لانك ما انت اضافه اصلا. وصلت؟ يعني كلكم ما انتم اضافه. ابي لك خمسه من الشباب. جوالات تبي هروب. تم جيب لي خمس جوالات ولك مني احطك مدير اعداد. مدير اعداد مكاني وانا اصير موظف تحت يدك. لا والله. ليه؟ لا, 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 لا 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 انا طالب. ناجح انا طالب. انت تكفى تكفى. شفت القمه؟ تكفى. انت فوق تكفى. القمه تكفى. لا والله, لا والله ما اردك. تكفى تكفى ما اقدر. تكفى صعبه. انا طالب تكفى. لا هي صعبه. طيب خليني شوف خليني مكان نفس مستواك. طب يعني مكان سعود العتيبي. لا ليش سعود العتيبي؟ لا كيف يعني بحكم ان سعود العتيبي اتكلم الحين يمكن استبعد. والله شفت تبي الصدق عاد. يعني انا ترى اعتبر حتى الوقت اللي جالس معك ترى الحين ترى ضيع وقت ضايع. والله لاحظت يعني حتى يدي ما غسلتها. ليش؟ شوف يدي ما غسلتها صح. قلت لك اجيب لك غسول عيش. لا 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 فما اعتبر ترى وقتي معك اي اضافه ابدا. الله يرحم والديك. والله انه يعني انا بالعكس الوقت اللي معك الحالي اللي انا فيه اضافه كبيره ترى. والله بس في السي في شفت السي في بكتب جلست مع ابو نايف. انت بتكتبها مدير الاعداد. انت بتكتبها ايوه. واذا اعطيتني النسخه والله لا احذفها. ولا زلت والله لا احذفها. تعرف ليش؟ ليش؟ لانك مجرد متسابق. طيب يعني عطني شيء واحد بس اضافه مشعل القحطاني للبرنامج. وجوده. اي وجودك ايش يعتبر ايش اللي اضافه؟ ايش الاضافه اللي وجوده؟ تبي الصدق؟ ها شوف شوف لك طريق شوف لك سكه ثانيه تلقى والله تلقى الدنيا حسن. لا لا بقول لك شيء علي الغامدي في فقره النقد. نعم. يعني عنصر زايد تكمله عدد فهمت؟ اللي بينك ما بلعت. انا ما بلعت. انا مثلك ما بلعت شك والله. يعني انا يوم وظفوه زعلت بس. فطالما انه هو ما هو اضافه تاكد انك انت اقل من علي الغامدي. يعني لا توقع انك انت اعلى من ولا زلت اقل من يعني ولا زلت على هذه النقطه بكثير. طيب فانا اقول يا مشعل عزيز. انا اقول يا مشعل لو انت يعني تقدح على ابو سلطان اذا جاء توقع ايه تهاوش معه ويستبعدك من البرنامج بيكون احسن لك ترى احسن. يعني حتى ظهوري في البرايم برضه ما بيكون. لا 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 انت يعني طلعت برايم كل المتسابقين صوتهم ضدك. يعني ليه؟ صح. لان اصلا تدري ذاك اليوم يوم كنت اعد المتسابقين في واحد ناقص جلست احاول اتذكر يوم جلست معك الحين تذكرت ان انت الناقص بالصوره. اه يعني ما كنت تدري ما لدرجه ان ما كنت ما صرت تشوفني ابدا ابدا. طول عمر السلامه.